كتير لا تنطلق المقابلة اللي كتجمع ما بين فريق أمل بوفلوس الخنيفري وفريق النصر الرياضي سباتي. إذا ترجع كرة عند لاعب كاميرا تمشي عند محاولة وهدف الأول، هدف الأول مسجل فريخة، مسجل هدف هو فريخة. عزيز حارس ممتاز صراحة، حارس الخنيفري حارس ممتاز، سطل كثير من الكرات. كرة ترجع عند عزيز كسدد والهدف الثاني، الهدف الثاني لفائدة فريق النصر الرياضي سباتي. مسجل الهدف الثاني هو لدى النصر الرياضي سباتي. كرة طويلة عند نبيل كسدد والهدف الثالث، الهدف الثالث ووقت مستقطع كيطلبوا مدرب فريق النادي أمل بوفلوس الخنيفري. والهدف الرابع المسجل هو عزوم. وعند لاعبين الخنيفري شنو كيعمل بها؟ والهدف الأول لفائدة فريق الخنيفري، ومسجل الهدف هو يونس. أما خطيرة والحارس كتسجل في هجمة خاطفة كيتمكن فريق جمعية أمل بفلوس تسجيل النتيجة الهدف الثاني. مدرب كبير عزوم والحارس بعد ما نسى المراوغ، واحد المجموعة ديال المراوغات كيقذف، ولكن الحارس كان له رأي آخر باش كتخرج ركنية. فكما قلنا فريق ويب امكانيات تزيد محترمه، شعيب والحارس. فإلا رجعنا الذاكره للوراء ففريق النصر الرياضي سباتي كان قريب 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 قريب، وكما يقولوا كانت شائبه بعض الشوائب. وهذا هدف الخامس كيجي في الدقيقه 13. فكما قلنا بصدد قراءه التاريخ فكان طالبوا بالسلطات المحليه باش تدخل، والسلطات الاهل الاختصاص باش يبحثوا في الواقع اللي كانت كاميرا عند فريخه فخدين. وهدف هدف السادس هذه المرة من تسجيل توقيع اللاعب عزوم. فالكرة عند عادل الهدف، والمسجل اللي كيحمل رقم 10، ولا جينا نشوفوا الأعداد الكثيرة كثيرة اللي كيسجل هذا اللاعب فهو يستحق هداف العصبة. الفريق كيتاجر وكيقذف والحارس الحارس عادل تبارك الله عليك، تدخل رائع وجميل. لكن النهايه كتعلن تقدم فريق النصر الرياضي سباتي على فريق جمعيه امل بوفلوس بسبعه اهداف مقابل هدفين في المقابله اللي جمعت بينهما على ارضيه القاعة المغطاه مدينه سطات برسم الجوله الثامنه من بطوله كره القدم داخل القاعه شطر الجنوب